السلام عليكم. جرى ايه وليه؟ السلام مقدم رب الرحيم. انت عامله كده ليه؟ انت جيت يا شملول؟ عزك الموت يا بعيد. انا مش قلت لك تجيب عيش وانت جاي؟ اقول ليه حرام عليك، انت لسه قايل لي وانا طالع على السلم عيش الا اجيبه. الجو تلج بره، ارحميني يا شيخه شويه. طبعا، ما انت مانتش همك البال ولا قاعده في البيت. يا ربي اعمل ايه بس يا رب. يا ست قومي اعمل لنا اي حاجه مش مشكله. يعني عليا وعلى بخت المايل؟ البيت هتتسندوا. بتقول لي ايه؟ ضيعت لي شبابي. شباب ده انت يا عم الشباب نفسه. والله جميله دي. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان. الوتر الوتر هعزف عليه لحن موتك لو ما غسلتش السجادة النهاردة. يا ولا سجادة الا اغسلها بس، حرام عليك. الجو تلج، انت شايف الجو عامل ازاي؟ يا ربي يا رب. قومي هتركب بطنها وليه؟ قومي. وانت رجلك اتقطعت؟ ما تقول تشرب نفسك يا اخوي. قطعت؟ الله يحرقك يا وليه، وانا متجوز جزار. انت يا شباب جنسك ايه؟ انا مش فاهم. يو الانبوبة فضيت، تعالي يا نايل غير لي الانبوبة. انبوبة ايه اللي غيرها؟ انت رجليك انت كمان اتقطعت؟ انا غير انبوبة قال يا شيخ. اياك تكون منفسة تنفجر في وشك واخلص منك. مش عايزة من خلقتك حاجة، خليني عمال اغسل واطبخ واكوي. ما انسانة انت بتعمل ايه؟ اديك قاعد مع اصحابك في القهوه وخلاص. فين الولاعة؟ فين الولاعة؟ يو الريحه دي يا لهوي، الولاعة تولع يا راجل. لا تشوف المطافي يا راجل، يخرب بيتك. ايه ده؟ الست بتولع، الست بتولع يا جدعان. حد يجيب جيركن بنزينة ولع فيها اكتر يا جدعان عشان اخلص من البعيدة ده يا جدعان. الله يجي المطافي، عايز المطافي، مطافي، المطافي، المطافي، يا رب يجي المطافي ولاقي خزان مخروم عشان اخلص منك، اخلص منك خالص، ماشي؟ اخلص منك انا خالص. يخرب بيتك ربنا ياخدك. البيت بيولع، انا بولع، الحقوني. وما تتعبل. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ معكم أحسن من قناة شاف سلام. طبعاً فيديو النهاردة، أولاً بعتذر عن أي لفظ طلع مش كويس، بس أنا بقدم بس صورة لبعض الناس في المجتمع، الأزواج والزوجات اللي بيتعاملوا مع بعض بأسلوب مش كويس، بس حبيت أقدمه في منظور أو شكل طريف شوية. فاعذروني لو كان تمثيلي مش قد كده يعني، بس قلت على سبيل الترفيه شويه، غير من المود بتاعنا شويه. طبعا المفروض ان احنا الزوج والزوجه بيكونوا سكن لبعض في البيت، بيبقى في ود وعطف ورحمه بينهم وبين بعض، بيبقى في احترام ما بينهم وبين بعض، ما بيبقاش بالاسلوب طبعا اللي احنا شفناه ده. ان للاسف احنا بنشوف حالات من دي كتير، فطبعا ما ينفعش ان احنا يكون اسلوب التعامل ما بين الزوج والزوجة زي ما شفنا في الفيديو كده، لا، يكون قايم طبعا على مودة ورحمة بيننا وبين بعض، مراعاة مشاعر بعض. لو الطرفين بيشتغلوا لازم كل واحد فيهم يكون خايف على التاني ويتحمل ظروف التاني. طبعا في بعض الاحيان بيبقى الطرفين مشدودين وممكن بتوصل لخناق. فطبعا بنصح اي زوج او زوجة وقت ما بيحصل بينهم اي خناقه يعرفوا على طول ان في شيطان في النص. فعشان نبعد الشيطان ده، يا اما الاثنين بيروحوا يتوضوا ويصلوا ركعتين لله، يصرفوا الشيطان ده عن البيت، وده طبعا من اسلم الحلول. الحل التاني ان الزوج يترك البيت شويه، ساعه ساعتين، يغيب شويه عن البيت لغايه لما النار اللي قايده في البيت دي تهدى. ما ينفعش يفضلوا الطرفين يتمادوا في الغلط، ممكن هنوصل لقدر الله لحاله زي حالات الطلاق اللي احنا دايما بنشوفها. ومش برضو الزوجة، في بعض الزوجات خلاص انت لو خرجت من البيت انا كمان اخرج من البيت، ده مش اسلوب تعامل.
خلاص انت تهدي، انت ممكن وقت ما هو يخرج من البيت بمجرد رسالة او مكالمة تليفون ارجع خلصت على حقك عليا، حتى لو انت مش غلطانة، مش معنى كده انت بتيجي على نفسك. فلازم نشيل لبعض الاعذار، لازم نكون متراحمين ومتودين مع بعض. ما ينفعش ندخل الشيطان بينا، حتى لو انت غلطانة ما فيش حاجة اسمها لا كبريائي ومش كبريائي. كبرياء ده ممكن يوديك في 60 داهية. الراجل ايا كان هو راجل، بكلمتين زي ما الست برضه بكلمتين الامور بتهدى. الراجل نفس الموضوع، لو بس بعت له رساله ما اقدرش استغنى عنك، انت حياتي، انت مش عارف ايه، زي اي كلام من كلام الحب الموضوع انتهى. على فكره دنيا مش مستاهله، المفروض الاتنين متجوزين يكونوا في الفه بينهم وبين بعض، يبقى في تراحم ما بينهم وبين بعض، ما فيش حد فيهم احسن من التاني. لا بالعكس، لما يكون في مشاكل لازم ندور على الحل الامثل ايه، وبالهدوء ونحاول نحل الموضوع. الطرف التاني لازم يشوف اللي كل طرف فيهم يشوف ايه الطرف التاني اللي بيضايقه وحاول ابعد عنه. ما ينفعش قرره مرة واثنين وثلاثة. فياريت كلنا نرجع لعقلنا، وربنا يبارك لنا في زوجاتنا، والزوجات ربنا يبارك لهم في ازواجهم، ويتعيشوا حياة هنية ان شاء الله. وياريت اذا عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب. طبعا سبسكرايب واللايك ده بيعمل لي يعني دعم معنوي بالنسبة لي ان انا احاول اطور من نفسي، فياريت تساعدوني بكده. والناس ما بيوصلهاش الفيديوهات الجديدة يضغط بس يفعل الجرس عشان يوصله كل فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.